مرحبا بكم الناس اللي قاعدين تبعوا فينا الكل على موجة المندرة اف ام 99 واللي تبعوا فينا زيدا على ستريمينغ لايف سور نوتر باج فيسبوك مندرة اف ام. كما تنجموا تلقاونا على سيت انترنت نتاعنا مندرة اف ام .com وبالطبيعة تنجموا تتابعونا سور لابليكاسيون موبيل مندرة اف ام. معاكم نورا الميكرو راني عمارة، اما مانيش وحدي، معايا في استوديو صديقي احمد سيسي وعبر الهاتف صديقي وسيم حمادي. على السلامة الناس الكل، انا احمد سيسي. هنا وسيم حمادي، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل. اليوم لحد 17 أكتوبر 2021، واحنا معاكم في حلقة جديدة من برنامج أمور تهمنا. أمور تهمنا موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للإعلام الجمعيتي. إذاعة مندرة أف أم هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقاو فيها أمور تهمنا، واللي هما دريم أف أم، نبزاوة أف أم، عليسة أف أم، سيليوم أف أم والمندرة أف أم. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف نهار حتى تكشي الماضي ساعة، ولكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. مازلنا داخلين في المواضيع، نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا لكم. We'll be right back.
مرة أخرى في برنامج أمور تهمنا، وكما كل مرة في برنامج أمور تهمنا نحكي على قضايا مهمة وقريبة من المواطن. المرة هذه اخترنا باش نحكي على الروضات البلدية في تونس الكبرى ومشكلة نقص عددها على مر السنوات، باش نناقشوا جودة خدماتها ومواردها البشرية. لكن باش نبدأ مع موضوع المكتبات العمومية ودور الثقافة اللي تقرر إحداثها في جملة من معتمديات ولاية بنزرت ومنها رأس جبل، باش نحكي على علاقة الشباب بالمؤسسات هذه والاستراتيجيات اللي لازم تتبعها باش ترجع الشباب لها. هذا الكل باش نحكيه فيه مع ضيفنا السيد شكري تليلي، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية بنزرت. مرحبا بك سي شكري ونشكرك على قبول الدعوة. بارك الله فيكم انتم وشكرا لإذاعة مندرة اف ام على الاستضافة. شكرا. قبل ما نبدأ حديثنا معك خلينا نسمع وراي بعض المواطنين بخصوص موضوع ونرجع نتناقشوا فيه. الحقيقة لي أستحق إيش حق كتب سيء وفيه يعني وقته. المكتبة العمومية نمشي ساعة الريفز غادي كأنا وصحابي دار ثقافة ساعة يعملوا إيفنما ولا حاجة ولا معرض الكتاب حاجتها كيكا نمشي نعمل طلع. المكتبة العمومية بركة مش برشا شوية شوية أي حاجة فيها كتب بيت قدم برشا ما باش تقرا فيها ما عنديش على شيخر خير من الدار نشتاها حس ما نشوف انا الناس كل تمشي تريفس تقرا فما الكتب فما تسحق اللي تحب تلقاه ما فما حتى اشكال في دار ثقافه ساعه نورمال ما يعملونا ديزيفينمون برشا حاجات هكا وبالحق ما يعملوش فيها برشا حاجات ماذا بينا يعملوا ديزيفينمون حاجات هكا باهي حاجه تنفع باش الناس تولي تمشي اكثر بالنسبه لمكتبه العصر ما نتصورش انا خاطر ماشي راه في حتى حاجه تدل على ديجيتاليزاسيون انا تقرا كل شيء عادي دار ثقافه زاده ماهيش تخدم اصلا ديجا ملي بدات الكوفيد حتى قبل الكوفيد راهي مش قاعده تخدم لا خاطر مريت حاجات هكا تبع الشباب دي زيفينمون حاجات هكا تنفع الشباب سورتو في دار ثقافه مريتش الحاجات الناقصه والقبال تاع الشباب هو مش قاعد يزيد وزيد هما مش قاعدين يخدموا في حاجات تخلي الشباب يجيو. نرجع معاك سي شكري وقبل ما نبدا حديثنا معاك نعطيك الفرصه للتعليق على اللي كنا نسمعوا فيه. لا يا تعليق توا احنا نحترموا كل الاراء اللي يقولوا فيه نسبي اكيد هاك تشوف الآراء تختلف وجهات النظر من شخص إلى آخر ثم شكون شاف اللي المكتبات تأدي في دورة على أحسن ما يرام ولا دور ثقافة وثم شكون قال العكس ربما نقص في على مستوى المكتبات ثم شكون قال الكتب قديمة معناها ضرورة تجديد الرصيد في مختلف المكتبات وبالنسبة لدور الثقافة يقول ما فماش محطات ثقافية أنا نحب نقول اللي قال ما فماش محطات ثقافية ما يزموش ينسى اللي كنا تقريبا لمدة عام ونص وما يفوق احنا في وضع وبائي كورونا وتلاحظوا انتم المده الفارطه هذه وقت استأنفنا العمل الثقافي ورجعت الحياه الثقافيه الى تونس اكتوبر الثقافه كيفاش فما حراك ثقافي كبير على مستوى ولايه بنزرت بمختلف مؤسسات سواء دور ثقافه او مكتبات معناها الاراء تختلف احنا نحترموا كل الاراء لانه اكيد ثم نقائص بالنسبه للمكتبات على الاقل ناخذ على مستوى المكتبات ثم نقائص صحيح الرصيد يلزم يقع تجديده ربما طموحات الشباب اكثر من ذلك في بعض في عناوين كتب اخرى دار المكتبه كما تعرفوا فما ناس تجي تراجع الدروس نتاعها غادي وتستعين بالمراجع هذا موجود وما نجم ينكره حتى حد المكتبات الحقيقه تو قاعده ماهيش تقتصر على اعاره الكتب فقط المكتبات قاعده تو شريك فاعل في الحياه الثقافيه تعد برامج تعد تظاهرات وقاعده تقوم بنفس الدور تقريبا على قول انا نحكي على الاقل على مستوى ولايه بنزرت قاعده تقوم بنفس الدور اللي قاعده تقوم به دور ثقافه. يعطيك الصحة سي شكري بنرجع للبرامج هذا وللدور نتاع المكتبات ودور الثقافة، لكن قبل حابين نعرفوا هل المكتبات هذه العمومية ودور الثقافة هل هي متوفرة في كل المعتمديات في ولاية بنزرت؟
اكيد هو كما تعرفوا حتى قبل الثوره راهو وقت باش نجبدوا ما قبل الثوره مش باش نجبدوا على فتره بن علي في شخصه الاستراتيجيه اللي اخذتها وزاره الشؤون الثقافيه انذاك والدوله اللي ضروره وجود كل معتمديه فيها دار شباب ودار ثقافه ومكتب عمومي وتقريبا هذا موجود في كامل تراب الجمهوريه لا تخلو معتمديه ما فيهاش دار شباب ومكتبه ودار الثقافه. واضح سي شكري. علمنا مؤخرا انه فما مشروع لانشاء دور ثقافه ومكتبات عموميه جديده في بعض من ولايات معتمديه ولايه بنزرت وراس جبال باش تكون واحده من المنتفعين. دونك ماذا بينا نعرفوا وين باش يكونوا عددها ووقتاش ينطلق تنفيذ المشروع؟ اكيد هو كما تعلموا كما تفضلت سيادتك عندنا 9 دور ثقافه. تم زوز احداثات جديده اللي هي ماتر مركب ثقافي ماتر وتم تسلمه تقريبا لمدة 4 أشهر أو ما يفوق وشهدها المدة الفاتت معنا حراك ثقافي كبير بمناسبة عودة الحياة الثقافية واحنا في انتظار إن شاء الله قريبا ربما في خلال شهر آخر أقصاه باش نسلموا المركب الثقافي بغزالة إن شاء الله وباش وحضرنا حتى الإطار البشري الموارد البشرية الإطار البشري اللي باش يشرف عليه وقاعدين ساعين مع وزارة الشؤون الثقافية على معنا التجهيزات ان شاء الله باش تكون تليق بالفضاء وحجم الفضاء. بالنسبه لراس جبل عندنا زاد احداث قبل ننسى تقريبا تو مده 2 قاعده تشتغل من 2019 وافتتحها السيد وزير الشؤون الثقافيه سي محمد زين العابدين هي مكتبه فخمه بغار الملح والان احنا بيصدد عندنا مشكله في راس جبل هي مكتبة الأطفال اللي جاية في نهج ضيق جاية حذا حمام سامحوني بالكلمة معناها في ظروف سيئة جدا. أنا ساعي مع وزارة الشؤون الثقافية وتقريبا اتفقنا وأنه باش تقع توسع للمكتبة اللي وراء دار الثقافة باش يولي الطابق العلوي للكهول والطابق السفلي للأطفال إن شاء الله باش تقع توسع معناها اكستنسيون الفوق باش يتم إدماج معناها المكتبة العمومية الكهول والاطفال مع بعضهم فرد مبنى هي لا توسعه احنا كيفاش ناخذ باش نعملوا اكستنسيون الفوق طابق علوي الطابق العلوي هذاك باش نخصصوه للكهول وباش نيسروا المساله على الوليدات الصغيرات يصبح الطابق السفلي هو مكتبه الاطفال. واضح شكري. خلينا بما انك جبت على المكتبه العموميه للاطفال نحب نعرف عليها اكثر تفاصيل كان ممكن ونحب نعرف انه المكتبه ذي اللي باش يتم انشائها في مدينه راس جبل في اطار هذا المشروع هل انه باش يصير يعني دمج بين المكتبه القديمه والا باش يخدموا ويعني باش يبقاو زوز يخدموا الا باش تكون فما المكتبه جديده وباش يتم الغاء المكتبه القديمه؟ المكتبه القديمه اللي هي للاطفال اللي قلت لك عليها اللي هي جايه في نهج ضيق وجايه معناها تتعاني ظروف سيئه جدا بجنبها مقوبلتها حمام وانا زرتها معي السيد رئيس البلديه تقريبا منذ سنه وظروف سيئه جدا للامانه من 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 من, من الزياره هذيك اتخذنا القرار ونسقت مع الوزاره وبقدره الله وعرضت عليهم الملف وتقريبا الملف خذاه مساره وانه هذيك مشق عليها التخلي نهائيا وربما غدوا نعملوها ان ديبو للارشيف نتاعنا للمكتبات في راس جبل باش يقع توسيعه المكتبه الموجوده خلف دار الثقافه بجنب المعتمديه قباله المعتمديه باش نعملوا اكستنسيون توسع الطابق العلوي هذاك الطابق العلوي باش نستغلوه للمدخل نتاعو معناها مستقل من برا باش يقع استغلاله للكهول معناها قسم كهول واللوطاني اللي تو قاعد في حيز العمل الموجود تو حاليا هو باش يصبح للاطفال. واضح شكرا. اذا معناتها تو الدور الثقافه والمكتبات متوفره موجوده والمشاريع قاعده معناتها في الاصلاح وفي التنشئه معناتها نتاعهم موجوده. موجود الحقيقه هي ككل الولايات اما ولايه بنزرت واخذه حظ على مستوى الحقيقه المؤسسات كبقيه ولايه الجمهوريه. للامانه زاد باش الانسان يكون موضوعي دور الثقافه ينقصها شويه عصرنا على مستوى اليات العمل وربما التجهيزات ان شاء الله وزاره الثقافه منكبه على ذلك والتوجه جديد هو وانه توفير ربما اليات واليات عمل اللي النجم قاوم به لانك ما تعرف فما مراكز ثقافيه خاصه هي تو قاعده تزاحم في المؤسسات الرسميه نتاع الدوله وان شاء الله باذن الله معناها مستقبلا ان شاء الله باش تكون دور ثقافه حتى على مستوى الشكل نتاعها مستوى الشارم نتاعها توحي بالثقافه وتستقطب اكبر عدد ممكن من الشباب معناها والكهول. بالضبط ديجا وكانك استبقت الاجابه على السؤال اللي انا ما زلت ما سالتوش.
يعني خاطر قاعدين راون والمكتبات ودور الثقافه ربما ماهيش تعمل في انشطه كما يجب باش تجذب الشباب اليوم خاصه الشاب المعاصر. ان شاء الله في قادم الايام يعني نجم نراوها قاعده تخدم اكثر على هي كانت تسمح هي تعمل في انشطه لكن الانشطه موجوده صحيح وتبذل في مجهود في ظروف ربما قاسيه شويه ربما في 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 في, في, في اطار نقائص كبيره رغم النقائص وانه اطاراتنا قاعدين يبذلوا في مجهود كبير وقاعدين يحاولوا يستقطبوا اكثر عدد ممكن من الاطفال على مستوى دور ثقافه او مكتبات معناها نقول انا من المجتمع المدني الا انه ان شاء الله لابد من التفكير في عصرنت هذه المؤسسات على مستوى الشكل نتاعها الخارجي على مستوى التجهيزات الاعلاميه وغيرها وغيرها اللي ربما يتفوق علينا فيها بعض الخاصه واضح سي شكري. كما قلت سيادتك صحيح معناه فما برامج لإنشاء أو تجديد البنايات متاع المكتبات الموجودة أو إنشاء أخرى جديدة لكن الواقع أنه حتى الموجودة هي فضاءات تنفر منها الشباب متاع اليوم دونك منعرفش إذا كان أنتم كمشرفين واعين بالمشكلة هذية وحسب رأيك شنو الحل لاسترجاع مكانة المؤسسات هذي عند الشباب متاع توا؟ أنا قلت لك أنا توا تقريبا الإجابة اللي كنت جيت بها مؤسساتنا كما قلت لك رغم الظروف والنقائص الموجودة وإطاراتنا قاعد تبذل في مجهود كبير وتستقطب في الشباب والكهول والأطفال على مستوى المكتبات سواء على عوار على مستوى دور الثقافة لكن ما ننكروش وأنه هل الفضاءات هذه يلزم عصرنتها يلزم تطويرها على مستوى الآليات عمل وتجهيزات الموجودة فيها إن شاء الله وزارة الشؤون الثقافية منكبة مش كان احنا كجهة هو سياسة الوزارة ككل شاعرين بذلك احنا بالحق شاعرين بذلك وبإذن الله إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله بتكون أفضل وإن شاء الله مش يقع التفكير في جعل هذه الفضاءات تستقطب أكبر عدد ممكن من شبابنا اللي يجي وهو مقتنع ويقع ربما الأشياء اللي يطمح لها كما يقال ربما تم عائلات مترفه في دارهم عنده أشياء ربما ما يقهاش في المؤسسة الرسمية متاعنا أو يقاها عند الخواص إن شاء الله إحنا شاعرين بذلك وإن شاء الله بالسياسة الثقافية منتجتها وزارة الثقافة تو حاليا نتجاوزوا هالعراقيل هذه. سي شكري المشكلة مش فقط في الرقمنة معناها كتجهيزات حتى لا مانيير دو لا كومونيكاسيون معناها اترافير لي ريزو سوسيو كي نحكيو حتى على لي زافيش كي اللي نراوهم توا نتاع دور ثقافة والا مكتبات عمومية نراو حتى لافيش ما تجمش تجذب الشاب والا الطفل حتى كيفاش هي لا ميز اون باج نتاعها الالوان الكتيبة معناها يظل حتى هذا لازم يكون عليه جهد ما قصدناش كان البنية كمؤسسة معناها هذا زاد انا ما نشطلكش الراي 100% لانه نسبي انا على الاقل نقول المده الفاتت هذه الحركه الثقافيه شهدت ولايه بنزرت واللي زافيش نجموا تدخلوا تشوفوا الاجنده الثقافيه فما عندنا صفحه الاجنده الثقافيه بوزاره الشؤون الثقافيه تقريبا احنا اللي زافيش الكل والمطويات ما قصرتش وزاره الشؤون الثقافيه هبطتها في الباج هذه ودي كونسيبسيون حلوين ياسر واحنا يتشاوروا وراوا مجهودهم الخاص رغم انه النجم نمشوا المطبعه فما دي كونسبتور معناها ناس مختصه في ذلك ونخرجوا ارقى ما يكون اما فما دي زافيش وفما ياسر حوايج حلوه ما يلزمناش ننكروها زاده. واضح سي شكري ظلي فما متفقين احنا وياك على انه المكتبات العموميه ودور الثقافه ما خلطتش الى حد كبير على شاب نتاع اليوم الشاب المعاصر وقعدت الى حد ما محافظه على طريقه العمل نتاعها القديمه. هذا سبب رئيسي لنفور اغلب الشباب اللي في معناتها يعتمد كثيرا على طرق التواصل وتسويق جديده منها مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. دونك سؤالنا لهنا هل انه فما استراتيجيه او مخطط او حتى بعض المحاولات على مستوى ولايه نزرت لاعاده استقطاب الشاب المعاصر هذايا خارج يعني الطرق الكلاسيكيه نتاع اللي كانت منتهجتها المكتب العموميه ودور الثقافه. والله يغزلي توا كنا حدثكم صحيح مكتبات سنوات الفارطة نقول أنا منذ سنوات ربما مدة 10 سنوات كانت تنتهج طريقة تقليدية في استقطاب الشباب أو الكهول أو الأطفال لكن أنا بكري أشرت لك وأنه توا عنا السنوات الأخيرة الكل المكتبات انخرطوا في العمل الثقافي واستقطاب الشباب كما دور الثقافة يعملوا معناها ما يقتصرش دورهم على إعارة الكتب أو استقبال التلاميذ لمراجعة دروسه بل المكتبة تو حاليا أنا على الأقل نحكي على ولاية بنزرت مكتباتنا منخرطة في العمل هذا وأنه تنجز برامج وتظاهرات وتشارك
معناها ربما حتى في محطات أخرى ما تخصش الكتاب، لكن ديما يوقع توظيف الكتاب في هذه التظاهرات، لأنه فما برنامج كبير متاع وزارة الشؤون الثقافية وإدارة المطالعة هو الترغيب في الكتاب، نحب نرجع قيمة الكتاب أمام العولمة وأمام هالغول متاع العولمة. تبقينا ربما الشاب تو يقى في داره، فما ناس ربما الشباب يقى في الأماكن الخاصة أو في منازلهم، معناها إمكانيات أكثر من اللي موجودة في المكتبة. هذا هو العائق. إن شاء الله إحنا تو الدولة ووزارة الشؤون الثقافية بشكل خاص تفكر ربما كما قلت لك على مستوى الشكل الخارجي اللي ربما فيها شارة منقولانة فيها 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 فيها, فيها, فيها معناها حتى المظهر الخارجي المؤثر ونجم يستقطب الشباب يوحي لك باللي هو فضاء ثقافي إضافة إلى التجهيزات الداخلية. أما على مستوى إطاراتنا الحقيقة عنا من الإطارات ومن الكفاءات اللي خريجين المعهد العالي واللي قاعدين الحقيقة يقوموا مجهود كبير، هذا ما نجموش ننكروه. بتبيع سي شكري، هذا معناته ما ننكروش المجهود، لانه احنا زاد اولاد المكتبات العموميه اولاد دور الثقافه ومن الصغر مع تنشطنا فيهم ومواكبينهم ديما في كل التظاهرات. ان شاء الله المكتبات ودور الثقافه ترجع معناته وتفك الشباب من المؤسسات الخاصه ربما. بالضبط، ان شاء الله ترجع تفكها. شكرا لك سي شكري على التدخل معنا اليوم. بارك الله فيكم، مشكورك على توضيحاتك. عايشك، مرحبا بك. واحنا هكا نخرجوا فاصل صغير ونرجع لكم. We'll be right back.
رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا على إذاعة المندرة اف ام بالشراكة مع مبادرة منادرة، واللي باش نحكيو فيه على الروضات البلدية في تونس الكبرى اللي تراجع عددها في السنوات الأخيرة من أكثر من 180 روضة بلدية سنة 2010 إلى أقل من 50 روضة بلدية في 2018. وباش تكون ضيفتنا عبر الهاتف السيدة أسماء المطوسي، مديرة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. لكن قبل نخليكم تسمعوا تصريحات بعض المواطنين في تونس الكبرى ونرجع لكم. فما نقص كبير برشا، والعباد تلزت لكونها باش تحط صغارها بالفلوس، والظروف تسمحش برشا، وهك ترى فما نقص كبير، ولا معاش كما قبل، والامكانيات معاش تسمح كما يلزم. مثلا واحد باش يحط زوز في روضة عادية لبرا، شوف الوضع كيفاه، بشر معاش ينجم يقدر. روضات البلدية تعيش اشكال كبير من اعوام، العدد نتاعها اللي ماشي ينخفض. نتذكر في الجهة اللي كنت نسكن فيها كانت عندنا روضة طويلة، كانت تقريبا عام ونص ملي سكرت، رغم اللي الفضاء نتاعها فضاء جيد وتتوفر فيها شروط السلامة، في مقابل أنه الناس ولات تتوجه أكثر للفضائيات الخاصة، رغم أن الفضائيات الخاصة أغلى من الفضائيات العمومية ولا الروضات اللي هي الروضات البلدية، وهذا يخلق ضرر على جيب المواطن وضرر على تكميل حتى الطفل، على اعتبار أنه الروضات البلدية تكون ديما الفضاء فيها مهيئ أفضل من الروضات الخاصة اللي في العادة ما تكونش مجعولة كروضات. ماذا بينا يعني سوم الروضة ديما خير وسومها ديما باهي مناسب. ننطلق معاك مدام أسماء، مرحبا بك. يعيشك بك أكثر. عيشك مدام، شكرا لك على قبول الدعوة. مدام أسماء، لو كان تعرف لنا شنية بالضبط الروضات البلدية، شنو امتيازاتها وشنو تقدم للمواطنين؟ طيب يعطيكم الصحة على طرح الموضوع والاهتمام بشأن الطفولة، خاصة الطفولة المبكرة. بالطبيعة هي روضات أطفال بلدية، هي روضات أطفال عمومية راجع بالنظر إداريا إلى البلديات، تشرف عليها وزارة المرأة والأسرة والطفولة كبار السن من النواحي البيداغوجية وكل ما هو برنامج إعادة تهيئة أحياء رياض أطفال البلدية. إداريا كل ما هو تصرف الموارد البشرية، تصرف يعني في الأمور الإدارية والمالية راجع بالنظر للبلديات، وإحنا نشرف عليهم بالطبيعة بالشراكة مع البلديات في كل ما هو تبع بيداغوجية وكل ما هو تصوير. وخاصة انطلقنا احنا منذ 2009 في برنامج اعاده تحيه رياض اطفال البلديه، هو برنامج متواصل لغايه هذه السنه الماليه. يعني الوزاره وضعت البرنامج هذايا في اولوياتها وخصصت له اعتمادات ماليه هدفها تهيئه وثم حتى روضات معناها دخلنا فيها في اعاده البناء، تهيئة وتجهيز رياض أطفال البلدية. وعندنا جانب آخر يخصنا اللي هو يعني الموارد البشرية، في قاعدين نخبر في نظام أساسي خاص بوشتي رياض الأطفال إن شاء الله. طيب تفضل مدام. إن شاء الله النظام هذايا هو حقيقة قاعد طال يعني الأعداد نتاعه، وقاعد نظام يعني يحتاج معناها وقته وحسين الآراء جميع المتداخلين. إن شاء الله انطلاقة سنة جديدة مع السيدة الوزيرة نحطوه بأولوية من أولوياتنا، انطلاقا من أهمية الموارد البشرية المختصة خاصة نشتي رياض أطفال البلدية في تنشيط الأطفال في العمل في رياض أطفال. يعني مهم جدا الاهتمام بشأن المنشطين هذوما وأعداد ناس تنظيم خاص بهم ويكثر لهم يعني ترقيات والتنظيم نتاع العمل نتاعهم. لذا النظام هذا يؤسس اختنا فيها بعين الاعتبار اذا متخرجين الشغل ومختصين في كل ما تكون مبكره،
يعني العمل اللي يعني هو أساسا التهيئة وتهيئة واضح. مدام أسمع كنت تحكينا كنا نحكي تحكينا شوية على الامتيازات بغابوغ للروضات الخاصة. أي احنا الحقيقة يعني في رؤيتنا كل قطاع نجم نقاو فيها روضة يعني تؤدي معناها عملها بصفة جيدة وفيها أجهزة خدمات، مش معناها العام به والخاص خايب، لا، اما احنا العمل نتاعنا كان مؤسس عملنا معايير نتاع جودة لازم بتعاون مع مؤسسة المعايير فيها اساسا التجهيزات البيداغوجية وشاركوا معنا القطاع الخاص والقطاع العام زادا رؤساء البلدية نعرفوهم يعني يتميزوا خاصة بكفاءة المناشطين والإدارات العامين بهم. هذا ما يعنيش اللي الدولة وخاصة وزارة المركز تعمل على يعني تأهيل كافة المؤسسات العمومية والخاصة. اهتمامنا كان انطلاقا متوجه هذا وعملنا يعني عدة يعني أنشطة وعدة برامج مشتركة مع الوزارات للرأسة البلدية سمحي. أساسا كانت مدهم بكل ما هو معايير جودة وإنتاجات، يعني إدراجهم في تكوين مستمر بالشراكة مع المنتجات الشهوية نتاعنا، يعني تكثيف دورات المتابعة والمراقبة وخاصة يعني الاهتمام بالعنصر البشري كما قلت من ناحية تنظيمهم من تسريح النظام الأساسي الخاص بهم، وإن كل ما هو يتعلق بشأن التكوين المستمر ورسالة الإدارات هذا مش يكونوا على علم بكافة الإنتاجات البيداغوجية الجديدة وكل ما أنتجته الوزارة من منهج بيداغوجي من معايير جامدة ومن حقيبة بيداغوجية قاعدين نشتغل عليها للتكوين في تسلسل المذكرة. راجعين لهذا مدام، خاصة حكاية الموارد البشرية وباش نحكيو فيها أكثر، ولكن بداية زعما شنية الأسباب اللي خليت الروضات البلدية قاعدة ينقص عددها على السنوات هذه الفارت الكل؟ أتيك صح على طرح السؤال. هو الروضة البلدية كان عددهم قرابة 50 روضة للأسف. أنا مش أقول عزيز بعض البلديات، لكن زاد الوزارة يعني تأخرنا كلنا كمجموعة وطنية في الاهتمام ما اهتمناش بهم كمؤسسة عمومية تؤدي خدمات ذات جودة وخدمات الجوار، ما اهتمناش بالموارد البشرية، ما اهتمناش بإعادة تأهيلهم وتهيئتهم وتجهيزهم كما قلت. يعني للأسف خلى العدد ينقص طريقة التنفيذ. احنا توا اشتغلوا مع البلديات بإعادة إحيائهم كما قلت، وإن شاء الله البلدية تكون فعلا معنا. إن شاء الله نحن قاعدين نحسوا فيهم وقاعدين نشتغل معهم. فهم بلديات بحقيقة اندمجت في البرنامج هذا، فهم بلديات يعني فضلت اللي هي تغير صيغة المؤسسات هذوما العمومية. احنا كوزارة يعني تمسكنا بالمرحلة هذه في معناها نحافظوا عليهم وندعموهم ونطوروا منهم ونحفظوا حتى روضات الشباب. مثلا في الكبرى في ميدانيتنا عندنا المرسى، عندنا الزهرة، دخلنا في رابعة السيد بالعسل، وعنا إن شاء الله مؤسسات أخرى حتى نتقدم. واضح مدام في نفس الإطار. مدام أسمى سمحني صدري في نفس الإطار نتاع اللي تحكي فيه، دونك حسب ما صرحت به الوزارة نتاع المرأة قبل، دونك فما مشروع لإعادة إحياء الروضات البلدية، وبما أنه الروضات البلدية ما تمثل كان 6% من مجموع رياض الأطفال في تونس، دونك نحبوا نسألوك وين وصل المشروع هذا بالضبط؟ شنو كان مجال التدخل نتاعكم؟ وهل فما خطط لإنشاء روضات بلدية جديدة في معتمديات ما كانتش موجودة فيها؟ يعطيك الصحة. احنا كما قلت البرنامج يعني انطلق منذ 2009، وصلنا هيئة 42 روضة أطفال بلدية متابعين يعني في رب الجمهورية، وما زلنا كما قلت وضحت قبيلك تتدخل لآخر برنامج بتاع الميزانية أدرجنا فيه 3 روضات بلدية. يعني وتكلفة يعني معتبرة وما تقلش على 300,000 دينار هدية في كان يتحقوا معناها تهيئة، كان يتحقوا معناها ترميم، كان يتحقوا تجديد. خلافة على التجهيزات احنا في وزارة جدا نقتني التجهيزات لرياض أطفال البلدية هذا، مازال مواصلين في البرنامج هذا، مواصلين يعني حتى في مناطق للأسف ساعات نلقاو احنا كفضاء، هو احنا حتى مش راجع بالنظر مش مخصص للوزارة، أما احنا فقط يعني نعاود لهيئة الروضة باش يدفعوا بها الأطفال. ساعات للأسف في بعض البلديات كما قلت الصيغة ولا الصبغة تاع
يعني استغلال المؤسسات هذه، وقع تفتيت فيها، وقع كراءها للقطاع الخاص، نقاو عجوز الجمعيات اللي ما منعناش احنا باش نواصلوا مجهوداتنا، وان شاء الله مجهوداتنا تتكثف. احنا زادا فما نحبوا زادا نشتغلوا على الدفع المجتمعي زاد الاولياء، ونعرف اللي تمسكهم بالمؤسسات هذه زاد معناها ندعو كافة الاولياء المنبر نتاعكم باش هما بيدهم يطالبوا البلديات باش ما يلقاش التسييس ولا يلقاش الاستغناء عن المؤسسات هذه. والوزاره مستعده كما قلت يبدا فما المشروع موجود باش تخصص الميزانيه نتاعها وتدخل وتجهز، اما الشراكه يجي تكون ماشيه نحو الاستغلال، يكون يعني بمعاليم تكون معناها مطابقه مع القدره الشرائيه الاولياء، ما يقعش حتى كان ثم فيها بدة ولا تسييس في القطاع الخاص، يكون في شراكه، يكون المختصين اللي هما متخرجين من معاهد الطفوله والمختصين في الطفوله، ويكون زاد يعتمدوا برامج البدع الجوية. يعني احنا كوزاره يعني التدخل نتاعنا فقط للمؤسسه اللي تشتغل، والا المؤسسه اللي نقاولها حل، اما انه يكون التوجه مع البلديات يعني مشترك وفعال في المنهج هذايا باش ما يقعش لا قدر الله البلديه ساعات ياخذوها معناها اطراف الحديث على الروضات البلديه المهيئه في عديد المناطق. نلقاو اهم الاسباب اللي تؤدي الى غلق الروضات هذه هي مشكله الموارد البشريه. نحب نفهموا معاك اشكال هذا منين جاي بالضبط، معناها شنو ما اللي يخلي ربما فما عزوف كبير على انه الناس تقدم للعمل في الروضات البلديه، او انه المشكل انه الروضات البلديه ضعف مواردها المالية يخليها ما تقومش بعملية الانتداب، بالتالي نلقاو الإشكال متاع نقص الموارد البشرية. هذا هو يعني احنا كان عندنا مختصين هو منشط التطبيق بكافة يعني المكتب نتاعي، للأسف الدولة ما جددتش يعني مع خاصة المعاهد اللي هي معاهد العليا، خاصة معهد الطفولة درمش، ما حطتش اجازات اساسيه، واش هذا اللي قمنا به بتوجه الاستراتيجي نتاعنا الجديد. عندنا اجازه اساسيه فيها المختصين في الطفوله المبكره اللي هما تخرجوا من الجيش، هذا المرحله اللي مشينا فيه باختصاص في الطفوله المبكره، منشط تطبيق للاسف عدد منهم يعني ما حذاوش كما نقولوا مستحقاتهم ترقياتهم، وللاسف البلديات كي تسكر الروضه ولا يخدموا في العمل الاداري، يعني بعدوا اكثر اصلا حتى على العمل البيداغوجي وحتى يعني كما نقولوا الكبار فير نتاعهم والكومبيتنس نتاعهم نتاعهم وحقهم ما عادش ينشطوا في الرئاسه البلديه ولا يشتغلوا في عمل اداري في البلديات. احنا هذايا كل كما قلت انطلقنا في وضع رؤيه استراتيجيه منها اعاده احداث نظام اساسي نظم المنشطين في الحكومه، ثم ترقيات نتاع المنشطين القدام، ثم جدد متخرجين كما قلت في المختصين، يفتح الافاق حتى المختصين الاخرين باش يكون عندهم افاق مهنيه. يعني هذا كل رؤيه شموليه ان شاء الله مثل هذا احنا مع الحكومات تقلقون حقيقه، معناها وصلنا للمراحل المتقدمه في وزارة المالية، في وزارة الوظيفة العمومية، إن شاء الله مع التوجه الجديد نقعد محافظين على معناها التوجه هذا، وباش نحاولوا يعني نظام يسير على النور ونوقف مسؤوليتهم ونعاودوا يعني ندمجوهم في رياض أطفال البلدية، لأنهم هما بطبيعتهم مختصين كما قلت القدم وألا الأجدد اللي هما باش يتخرجوا العام الجاي إن شاء الله من معهد الإدارات في درمش. للتوضيح مدام أسماء، يعني هما المختصين هذوما اللي يخدموا في الروضات البلديه كانوا قبل يخلصوا معناتها من البلديه هكا؟ اي توا النظام الاساسي اللي تحبوا نعملوه يوليو تابعين وزاره المراه؟ اي هو هذا هو، احنا مش معناها حكيت خلاص فقط، حكيت التشتت اللي طاير في القطاع، اللي هما فما منشطين تطبيق يخلصوا عن طريق البلديه، ثم منشطين تطبيق يخلصوا عن طريق وزارتنا احنا، ثم حدا شكون عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، ثم حدا شكون وزاره الدفاع، احنا حابين ناسس رؤيه استراتيجيه مشتركه متعدده القطاعات، كان اللي الوزاره برك هي تحدد الرؤيه بشراكه مع القطاعات، يعني احنا خذينا راي من قطاعات الاخرين ومعناها واستشرناهم، وهذا اللي نحبوه، نحبوه هم يكونوا في اطار رؤيه مشتركه، في اطار يعني هيكل الواحد فقط يشرف على انتدابهم ترقيتهم، يشرف حتى على يعني كما يقولوا الملمح المهني نتاعهم وعلى ترقياتهم وحتى على الخطط اللي باش يترقاو فيها، يعني يكونوا مجمعين في اطار هيكل فقط، وهذا يخلي الدوله اكثر وضوح واكثر عندها استراتيجيه تخدم اكثر على الموارد البشريه هذيك من ناحيه
يعني رسلتهم من ناحية تكوين المجتمع، من ناحية حتى سمحني إعادة التوظيف. يعني احنا اليوم ينفقوا مثلا إطارات مختصة في رأسي البلدية ولا حتى في فضائتنا العمومية، حتى احنا كوزارة عنا تدى 50 فضاء عمومي للطفولة راجعين بنظر وزارة المرأة والأسرة كبار السن، ما نجموش لأنه تصرف نتاعهم في الموارد البشرية راجع بنظر البلدية. يعني احنا حبينا من منطلقته الوزارة هي تشرف على إعادة توظيفهم وتشرف على تسوية وضعية المنصة التطبيق هذوما معناها بصفة تشاركية وبصفة مندرجة يعني من مختلف الهياكل والقطاعات اللي ينتمي لها المنصة هذوما. واضح. واحنا معناتها في المباشر جانا سؤال من عند احدى الاولياء، قالت معناتها هل الروضات البلديه هذه تدمج معناتها ذوي الحاجيات الاطفال ذوي الحاجيات الخصوصيه؟ شوف احنا في الادماج عنا كره الشروطي نص اللي وين الطفل يكون عنده قابليه للادماج ومعناها والولي نتاعو معناها يمد الروضه بشهاده طبيه تحول الطفل ادماج، رغم هما اي روضه عموميه ولا خاصه مفروض عليها تدمج الطفل هذا. هذوما اللي هما قابلين الاطفال اللي عندهم قابليه للاندماج في مؤسسات الطفوله ما قبل الدراسه. الاطفال اللي هما اكثر معني عندهم صعوبات ولا عندهم لازم يكون عندهم مرافق، وهذا يعني يتنظم مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ويتنظم مع الاخصائيين اللي هما يحددوا للطفل شنو هي طريقه العمل معاه وشنو هي المرافقين اللي باش يكونوا حاضرين معاه من ما يتواجد الطفل، خلافا مثلا بالطبيعه عن يعني المختصين اللي باش يمشي باشر معاهم الوالديه بالطفل نتاعه. يعطيك صحة مدام أسمع، باش نختم معاك بآخر كيستيون. دونك نحب نسألك، هل الطفل اللي يقرأ في روضة بلدية يتمتع بنفس جودة الخدمات اللي نجم يلقاها في روضة خاصة؟ مش في إطار المقارنة، نحكي بصفة عامة خاطر أكيد الباهي والخايب في فزوز موجودين، لكن بصفة عامة هل يلقى نفس لي سيرفيس في الروضة البلدية؟ شوف أعطيك صحة سؤال، احنا نشتغلنا عليه قبل ما نقول انه كان خير وانه كان خايب وانه كان احسن. قبلنا اش معناها جودة؟ عرفنا الجودة، عملنا معايير نتاع جودة نجم تطلعوا عليهم الكل، يسمعوا فينا الكل أولياء ولا إطارات على الموقع www.triskolaire.com يقاوا معايير الجودة ولا ستاندر دو كاليتي موجودين. احنا فسرنا الجودة مع مختصين دوليين وطنيين، الجودة في البنايات، الجودة في التجهيزات، الجودة في البيداغوجيا، والجودة حتى في التعامل ما في مجال الصحة وسلامة الأطفال. فسرنا هذا كله وعملنا معايير، مش معناها جوده راهو انا مثلا مش نلقى روضه فيها انليكس ولا فيها مثلا رفاهيه كبيره خير من روضه اخرى، الجوده راهي في الموارد البشريه، الجوده في المحتويات البيداغوجيه اللي خذها الطفل، الجوده في التعامل مع الطفل الولادي، هذا كله وضحناه، واحنا ما نتعاملوش مع قطاع خاص نوع مع القطاع العمومي نوع، لا، حبينا نشتغلوا خطه استراتيجيه، خطه استراتيجيه موحده لتنميه الطفوله المبكره، يعني نعاود الاهل والمؤسسات العموميه والخاصه تكون هي ترتقي للجوده، مش معناها الجوده احنا نشتغلوا المؤسسات ونعاونوا مؤسسات اخرى، لا، نشتغلوا عليهم، ثم حدود الدنيا تاع معايير اللي هي نص عليها كره الشروط في الدنيا وتجهيزات ولا في المعايير اللي خاصه معناها بالاناره ولا المعايير الخاصه بالمرافق اللي تكون موجوده في الروضه. اللي زايد على هذاك احنا وحدناه، حبينا نوحدوا المفاهيم وحبينا نستغنوا مع المؤسسات ككل، وهذا اللي ماشيين فيه، نعاود لاهلهم كما قلت من في مجال التكوين، في مجال البيداغوجيا، في مجال تهيئه الفضاءات، في مجال سلامه صحه الاطفال، هذا يكون عليه التقدير نتاعنا، وثانيا باش ينطلقوا في دورات تكوينيه في الجهويه باش يكونوا فيها تدريب اطفال البلديه، وان شاء الله رياض اطفال البلديه باش نعملوا لهم برنامج خاص بهم باش نجموا احنا نوصلوا لهم المعايير نتاع الجوده ونوضحوا لهم من التوجه هذا ونعاونوهم باش يكونوا اكثر قدره ومعناها باش يتعرفوا على المنتجات الجديده هذه معناها والمقاربات البيداغوجيه ويكونوا اكثر عندهم اطلاع على ما تنتجه الوزاره من يعني من محامل ومن من معايير جوده في اطار تكافؤ الفرص بين جميع الاطفال. يعطيك الصحة، شكرا لك زور، شكرا لك على كل التوضيحات، نكونوا حلقتنا، شكرا على الاستماع والمتابعة وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف نجموا تعودوا تتفرجوا فيها على صفحتنا وعلى على صفحة الإذاعة وعلى صفحة مبادرة مناظرة. ما تنساوش الموعد الشهري كيف مع أمور تمنى للبودكاست نهار السبت 30 أكتوبر.
قبل ما نختموها حلقتنا حابين نعلمكم انه مبادره مناظره وبعد زعمه تاون هول الاول في تاريخ التلفزه العربيه حول القانون 52 او قانون الزطله المره هذه ولاول مره في تاريخ المنطقه المغاربيه باش يكون الموعد مع اول تاون هول مغاربي تحت عنوان الحرق علاش. مبادرة مناظرة باش تجمع مشاركين ومختصين من تونس والمغرب والجزائر لمناقشة الأسباب اللي تدفع شبابنا شباب المنطقة لاختيار الهجرة الغير النظامية ولا اللي نسميوها الحرقة. ما تنسيوش الموعد باش يكون نهار الأحد 31 أكتوبر بداية من 9 متاع الليل في بث مباشر على عدد كبير من وسائل الإعلام التونسية. وما تنسيوش موعدنا احنا في القادم في امور تهمنا اللي بش يكون ان شاء الله نهار 21 نوفمبر. دونك مقعد لي كنقلكم اتخي بيانتو باي باي.